أهلا بكم مشاهدي بلقيس أينما كنتم إلى حلقة جديدة من برنامج حيث الإنسان. نتواصل معكم يوميا في هذا البرنامج والذي يأتيكم يوميا على شاشة بلقيس، ونقدم من خلال هذا البرنامج العديد من قصص الكفاح والنجاح والمشاريع في الميدان، وأيضا أسئلة الاتصالات والتفاعل المباشر تكون معكم من تفاصيل القصص التي تعرض معنا يوميا في حيث الإنسان. أهلا ومرحبا بكم. حكاية جديدة من حكاية حيث الإنسان، هذه المرة من قرية هيرانديان في محافظة لحج، وهي قصة لإحدى الأمهات. وحين يكون الحديث عن الأمهات وتضحياتهن وكفاحهن لأجل الأبناء فهو حديث قاصر، ولا يمكن أن يصف مدى ذلك الصبر والمعاناة التي مرت بها هذه الأم. قصة الخالة أم سعد قصة الأم المعطاءة بلا حد، رغم كبر سنها والأمراض التي ألمت بها، إلا أنها كانت مصرة على السعي وإيجاد مصدر دخل يمكنها من مساعدة أبنائها الذين تحملت مسؤوليتهم صغاراً واستمرت بكل حب وحنان حتى هذه اللحظة. قصة الخالة أم سعد هي حكاية كثير من الأمهات اليمنيات التي يقفن بثبات أمام كل العثرات، بدءاً من تخلي الرجل مروراً بألم فقد بعض الأبناء في ظروف صعبة، وصولاً لتحمل عبء الأسرة التي كبرت وكبرت همومها معها. إنها قصة ملهمة ومؤثرة، فلنتابع تفاصيلها وكيف ساند حيث الإنسان الخالة أم سعد. تشرق الشمس على هذه البيوت محاولة خلق يوم جديد لساكنها، ولكن ما يدور خلف جدرانها من حكايا صمود وتعب لا يمكن لضوء الشمس إظهاره، فقد احتجب معهم. قرية هيرانديان تقع في عزلة الحوطة بمديرية توبن التابعة لمحافظة لحج. يبلغ عدد سكانها حسب تعداد 2004 2220، منهم 1079 امرأة. يوجد هنا على هذه الأرض عالم منسي منذ آخر تعداد له، لابد أنه تضاعف خلال هذه السنوات وازداد فيها عدد الأطفال والحكايا. هنا في قرية هيرانديان نساء لسن مجرد أرقام يظهرن في التعداد، تم حجبهن عن الكاميرا كعادات مجتمعية تحاول أن تخفي قصص كفاحهن ومشاركتهن للرجل وربما تفوقها عليه. من بين قصص كل النساء تظل المرأة اليمنية قصة متفردة في البطولة التي حفظت للمجتمع اليمني تماسكه في أيام فر فيها بعض الرجال من مسؤولياتهم. هذه المرأة التي لم تتوانى عن تربية أبنائها التسعة لوحدها رغم كل الظروف المؤلمة، ليس أولها ضيق الحال ولا آخرها فقدها لبعضهم. إنها الخالة أم سعد.
أنا أم سعد من قرية الرندية محافظة لحج. كنت معي مواشي، قبل مواشي عيشتنا كانت صعبة، صعبة ماشي يعني مش معانا أي حاجة، مش معي. كنت أشتغل في الطين وأشتغل وعلمت عيالي، بعد ما علمتهم بعدين مش قدرت، العويلة خرجوا من المدرسة مش قدرت أواصلهم، وبناتي كانوا هالخيرين دوني لهم بدل أهل. أكو درسوا ثنتين والبقى والعويلة خرجوا من صف سابع، مش واحد العويلة سابع وواحد خرج من سادس. ولظرف الخالة أم سعد الصحي لم نرد أن نجعلها تتحدث عن قصة الألم المكلومة بفقدان ولديها أحدهما منتحراً نظراً لظروف الأسرة السيئة، والآخر بسبب إصابته بالفشل الكلوي. هكذا قدر الأمهات منذ أول ركلة لجنينها، ومصيره مرتبط بها، تسعى لتقديم روحها في سبيل إسعاده. في حين تخلى الأب عن 9 أبناء، صمدت هذه الأم القوية. وكعادة المرأة اليمنية العظيمة، لم تقبل الخالة أم سعد هذا الواقع المؤلم الذي فرض عليها. هل تستسلم ولديها 9 أبناء؟ أم تقاوم وتشق طريقها؟ اشتغل في الطيان، اصرح الصبح وروح أذن الظهر، 200 ريال يعطونا أنا وعيالي، عيالي معي اشتغلوا ونتواصل. أبوهم يعني شوياتها مش ستور. تمر السنوات وتكبر الخالة أم سعد، وتقل فرص العمل التي كانت تقوم بها، وتشعر أنها لابد أن تستمر في العطاء والسعي، فكيف ستساعد أبناءها في تحمل أعباء الحياة، خاصة في ظروف الحرب وتوقف الكثير من الفرص؟ بشجاعة هذه المرأة وقوتها وقوة شخصيتها استطاعت أن تتغلب على معظم المشاكل التي واجهتها عدد كثير من المشاكل. توفي أحد أبنائها بمرض الفشل الكلوي بعد معاناة مريرة من المرض، ثم بعد ذلك جاء الابن الثاني ومات منتحرا بسبب ظروف ما استطاع الولد أن يواجهها، إلا أن هذه المرأة صبرت واحتسبت ولم تتوقف الحياة عندها، بل أنها زادت في يعني حماسها وفي جهادها، وفي حتى أنها استمرت وربت باقي أطفالها. لا أعمال سهلة يمكن للخالة أم سعد القيام بها، ولا صحتها تمكنها من القيام بالمهام السابقة. أحتاج يعني حاجم يعني اشتي عيش منها، وعندي عيالي ابني بيته صلح بيتي يعني مواشي حاجة يعني بعيش منها. كانت فكرة رعي الأغنام فكرة الخالة أم سعد، فهي خبيرة في رعيها والاعتناء بها، وتود أن تمتلك أغنامها الخاصة لتتمكن من إيجاد مصدر رزق ثابت وخاص بها. السلام عليكم خالة أم سعد. عليكم السلام. أتمنى أولاً أن تكوني في أتم الصحة والعافية، وإحنا فخورين جداً فيك، ويشرفنا ويسعدنا أن نعمل لك مشروع وتكوني صاحبة مال، ولو كان مال بسيط إن شاء الله. وأتمنى أن يكون هذا المشروع فاتحة خير عليك وعلى أسرتك إن شاء الله. ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك إن شاء الله. الله يسعدكم ربي. فرحت والله العظيم أن ليلة القدر افتتحت لي، بس بعيش وبسعد أولادي بس، أما أنا مش طلب أي شيء ولا طلب شيء، طلب العافية من الله بس والستر بس بالعيالي بشوف. ربما تمنحها هذه الخطوة بابا جديدا لحياة آمنة،
فحلم بسيط كهذا قادر على تحويل حياة هذه الأسرة. بعد بناء حظيرة صغيرة كان علينا اختيار الأغنام الصالحة للمشروع والاعتماد على طبيب بيطري لاختيار أغنام بصحة جيدة من أجل مشروع تنموي قابل للاستمرار تتمكن من خلاله الخالة أم سعد من إعالة نفسها وأسرتها وفتح باب دائم للرزق. رغم خذلان الحياة للخالة أم سعد أكثر من مرة ورغم الوجع الذي ذاقته مرات ومرات ورغم كبر أبنائها إلا أنها لا زالت تشعر بمسؤولية تجاههم وما زالت قادرة على المحاولة والتشبث بأي فرصة عمل تمكنها من الاستمرار والشعور بالإنجاز. هنا ستبدأ الخالة أم سعد مشوارها الجديد وسيساعدها الأبناء لتحمل مشقة الاعتناء بهذه الأغنام. ستذهب الليلة الخالة أم سعد إلى منزلها بقلب مختلف وراحة لأول مرة ستذوقها، فهي أصبحت صاحبة عملها، لن تعمل عند أحد، وعليها أن تغلق باب الماضي ومتاعبه لتنتظر يوماً جديداً مشرقاً بالأمل والعمل. إذن هكذا كانت أم سعد جبلاً عصياً على الانكسار والاستسلام، رغم أنها وحيدة لكنها ظلت تعمل وتكسب من أجل لقمة عيشها وأولادها في مجتمع لا توجد فيه فرص كثيرة لعمل المرأة. لكن الخالة أم سعد مثلت رمزاً للكفاح وعدم الاستسلام بعد أن كانت ضحية للمعاناة والألم. إذن تابعنا قصة الخالة أم سعد من مديرية رن في لحج، رنديان في محافظة لحج، وكل الأسئلة ستكون عن تفاصيل هذه القصة العظيمة والمؤثرة للخالة أم سعد. هناك خبر في بداية فقرة الاتصالات، هو خبر ليس بالجميل لكن مضطر أن أقول للمشاهدين، البعض يقول أن نتواصل معكم على الأرقام الأرضية لكن يأتينا رد بأن الأرقام خارج الخدمة. حتى اللحظة لم يصلنا أي توضيح عن سبب توقف الأرقام الأرضية الخاصة ببرنامج حيث الإنسان، وفقط ما يعمل معنا الآن في المسابقة هو الخط التليفون من شركة سبافون اللي هو الظاهر معكم على الشاشة، فقط هذا الخط الوحيد اللي بيعمل معنا الآن في البرنامج والأرقام الأرضية متوقفة. سأعود وأشرح لكم
عن الأسباب والاحتمالات، لكن بعد أن نستقبل أول اتصال معنا في هذه الحلقة. ألو. ألو. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. الله. من معي؟ أيوة، مع سعيد منصور أحمد عبد الجليل. لؤي. سعيد منصور. صهيب. سعيد منصور. صهيب منصور، من أي محافظة يا صهيب؟ سعيد منصور أحمد عبد الجليل من صنعاء. من صنعاء. أيوة. طيب، تابعت القصة يا صهيب؟ سمعت من تلفون صاحبي، ما مش معانا شاشة. طيب، أنا سأسألك سؤال عن القصة. الخالة أم سعد بطلة القصة، كم عدد أولادها؟ كم عدد أولادها؟ كم عدد الأولاد؟ قصدك بالقصة ما شفت في الشاشة. ما تابعت القصة؟ أيوة، لأن إحنا طلاب ما في، لو تغير السؤال لو سمحت. طيب، للأسف يعني أنا لا أستطيع أن أساعدك، لأنه المطلوب والمهم أنك تتابع القصة. أعتذر منك صهيب، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا. في اختيارات؟ لا، للاسف ما في اختيارات. الو. ايوه صهيب. يلا، شكرا لك صهيب. واود ان اوضح هذه النقطه. الهدف من المسابقه في حيث الانسان ان نتفاعل مع القصص، هذه القصص العظيمه، قصص الكفاح الموجوده في البرنامج. فالهدف انه الاسئله وتفاصيلها تكون من هذه القصه، لذلك نحن قمنا بعمل هذه المسابقه، والا كان بالامكان عمل مسابقه اخرى بشكل وقالب تلفزيوني اخر ويتم المشاركه فيها. لكن ان يصبح نظام المسابقه ان يتصل المشاركين معنا ويقول لم اتابع القصه وارجوكم ساعدوني، لانه صعب ان ناتيك باسئله من خارج القصه، هنا سيتم تغيير فكره البرنامج. لذلك انا اعتذر من كل من يتواصل ويشارك معنا ولم يتابع القصه، لانه لا استطيع ان اساعده. يعني في حاله صهيب مثلا، كم عدد اولاد؟ ساظل يعني اقول له 5 تحت فوق، يعني صعب الموضوع. وايضا كثير من المشاهدين معنا والمتفاعلين في البث المباشر على القناة طالبوا بأن يكون هناك نوع من العدالة، أنه لا تتاح الفرصة للمشاركة سوى لمن تابع القصة، حتى لا يصبح الموضوع خارج سياقه. اتصال آخر. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليك السلام. من معي؟ معك. من؟ أمل. أمل. أمل من؟ ومن أي محافظة أمل؟ أمل المشولي. أمل المشولي، من فين يا أمل؟ من صنعاء. من صنعاء، تابعت القصة يا أمل؟ أيوة. طيب، كم عدد أولاد الخالة أم سعد؟ 9 أبناء. 9 أبناء، إجابتك صحيحة، ومبروك لك 50,000 ريال. مبروك لك يا أمل. مبروك لأمل. إذا مشاهدينا تابعنا، أمل تابعت القصة. والكثير، المشكلة أنه حتى يكون هناك عدل، الكثير من المشاهدين يتابع القصة ورقة وقلم ويكتب التفاصيل حتى يشارك، وفي الأخير يأتي أحدهم يقول لك لم أشارك. طيب، إذا ونعتذر يعني عن هذا القرار، ربما قد يكون صارم نوعا ما، لكن للضرورة، لأنه الهدف، أكرر وأعيد، الهدف من مسابقة حيث الإنسان هو التفاعل مع هذه القصص والنماذج الإيجابية في المجتمع التي نقدمها من خلال البرنامج، ليس الهدف أنه أسئلة وجوائز فقط. اتصال آخر. ألو. طيب، أذكر الآن سنذهب ونختار القرعة وأختار 3 فائزين معنا عن سؤال حلقة أمس. وكان السؤال أمس، كان السؤال يقول، أنا نسيت عشان تذكروني، كانت صحيح، بشير بطل قصة أمس كان في أي محافظة؟ وكانت الاختيار الصحيح هي الاختيار الثاني، محافظة عدن. كان الاختيار الأول تعز، الاختيار الثاني عدن، الاختيار الثالث أبين. وكل من أجاب بشكل صحيح واختار رقم 2 لديه فرصة أن يدخل معنا في السحب. ولن تتابعوا معي على الشاشة عدد الإجابات التي وصلت إلى البرنامج، وعدد الإجابات 44,655 إجابة. الإجابات الصحيحة 32,574، والإجابات الخاطئة 12,081. مبروك مقدما للفائز الأول معنا عن سؤال حلقة أمس. بسم الله. مبروك إذا لصاحب الرقم 77094
3-6-4. مبروك إذا لصاحب الرقم الظاهر على الشاشة 770-948-364. مبروك إذا للفائز الأول معنا عن سؤال حلقة أمس، وجائزته 50,000 ريال، وكانت الإجابة الصحيحة الاختيار الثاني. لدينا اتصال. ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. من معي؟ نذير خالد. من؟ نذير خالد سالم. نبيل خالد. نذير. نذير. أيوه. نذير خالد، من أي محافظة يا نذير؟ محافظة لحج. من لحج، والقصة كانت اليوم من لحج. من المقاطرة. من المقاطرة. حياك يا نذير. نذير، تابعت القصة؟ أيوة. طيب، سؤالي لك، كم عدد سكان قرية هيران ديان، القرية التي تسكن فيها أم سعد بحسب تعداد عام 2004، كم عدد سكان القرية؟ ممكن تغير السؤال؟ كم عدد سكان قرية هيران ديان، القرية التي تسكن فيها الخالة أم سعد، كم عدد سكان القرية؟ 2220. إجابتك صحيحة، مبروك عليك 50,000 ريال، تستاهل. شكرا لك، مبروك. إذا تابعنا نذير، تابع القصة، ملم بتفاصيل القصة وفاز بخمسين ألف ريال، مبروك لك. طيب، أود أن أوضح فقط للمشاهدين، الآن كثير يتساءل في البث المباشر، يقول لماذا الأرقام مشغولة؟ تم توقيف الرقمين الأرضيين الخاصين ببرنامج حيث الإنسان، ولا ندري ما هي الأسباب حتى الآن. هناك الآن الزملاء توجهوا الجهات المعنية لسؤال عن هذه الإشكالية، لماذا تم توقيف الرقمين الخاصين ببرنامج حيث الإنسان؟ فقط الآن ما يعمل معنا هو رقم وحيد فقط، وهو الرقم الظاهر على الشاشة، هذا الرقم الوحيد المتاح الآن للمشاركة معنا فقط في برنامج حيث الإنسان. وأود أن أوضح نقطة، الآن القناة بلقيس متواجدة خارج اليمن، يعني نحن الآن إشكالية التواصل، لا يتم التواصل بشكل مباشر معنا على البرنامج إلى خارج اليمن، هناك أرقام محلية موجودة في الداخل، ومن ثم من خلال آلية تم عملها من قبل الزملاء في القسم التقني الخاص بالقناة يتم استقبال وتحويل هذه المكالمات من الداخل إلى تركيا حتى نضمن مشاركتكم وتواصلكم معنا، ولا نكلف عليكم شيء في المشاركة في البرنامج، لأنه حتى عندما تتصلوا بتكلفة محلية حتى لا نضطر لوضع أرقام دولية للمشاركة والاتصال، وبالتالي ستكون هناك صعوبة في التواصل معنا إذا ما وجدت أرقام دولية. هذه نقطة، والنقطة الثانية أيضا، تم اعتماد أن تكون هذه المسابقة سواء أرقام الواتساب أو الاتصالات فقط لليمنيين المتواجدين داخل اليمن، لذلك نظام البرنامج لا يستقبل أي رسائل أو اتصالات تأتي من أرقام غير يمنية. إذا كان لدينا اتصال. الو، عبد الحسن. ايوه من معي؟ معك عبد الحسن من تعز. عبد الحسن من تعز. ايوه عبد الحسن، كيف حالك؟ الحمد لله بخير والله. تابعت القصه؟ ايوه. طيب، تابعت القصه اليوم؟ ايوه تابعت القصه. ايوه تابعتي. طيب، سؤالي لك. طيب، سؤالي لك، ما الأعمال التي كانت تقوم بها الخالة أم سعد قبل أن يكون معها عملها الخاص؟ في إيش كانت تشتغل؟ تشتغل برعي الماشي والزراعة. والزراعة، وإيش كمان في الزراعة؟ تقصد في مزرعة يعني؟ صحيح. في المزارع. إجابتك صحيحة. مبروك لك 50,000 ريال عبد الحسن من تعز، مبروك لك، فعلا كانت تعمل في تربية المواشي، وعملت أيضا في المزرعة، وعملت أيضا في الطين. شكرا جزيلا لك، وعملت في أعمال أخرى أيضا لم تذكرها بالتفصيل. أشكرك جزيلا، مبروك لك 50,000 ريال يمني. طيب، الأخت عبير تقول أنا من داخل اليمن ويطلع لي مشغول الاتصال. طبيعي يا عبير، لأنه الآن مثلا لو في ثلاثة بس قرروا يتصلوا في البرنامج أكيد الرقم بيكون مشغول. الآن مثلا في حد اتصل على الخط
ونحن فقط لدينا رقم واحد، وهذا ما كنا نتمنى أن يتم التجاوب معنا في شاشة بلقيس من قبل الجهات المعنية في الاتصالات في اليمن، أن يتم توفير أرقام محلية حتى نسهل على الناس وأن يشاركوا في هذا البرنامج ويفوزوا بالجوائز المالية البسيطة المقدمة من برنامج حيث الإنسان والتفاعل مع القصص المعروضة، ولا هدف لنا من ذلك إلا المشاركة الناس، لكن سننتظر وحتى نطلعكم على النتائج لماذا توقفت الأرقام الخاصة في برنامج حيث الإنسان وهي كانت أرقام محلية. طيب لدينا اتصال. طيب الآن سنجري قرعة. طيب أحدهم يسأل ويقول لماذا لا يتم تفعيل أرقام ليمن موبايل وأرقام لMTN؟ لصعوبة النظام وأن يتم تحويل المكالمات من الداخل للخارج، ربما السيستم المتاح الآن أن يتم تحويل اتصالات من أرقام أرضية ورقم للتليفون المحمول أو الجوال، لكن أن يكون كلها من الأرقام الجوال يبدو أن هناك صعوبة في الوقت الحالي، لكن الزملاء في القسم التقني يعملوا على ذلك حتى نوفر العديد من الوسائل للتواصل معكم والمشاركة. الآن سنختار الفائز الثاني عن سؤال حلقة أمس، وهو أحد الذين أجابوا بشكل صحيح عن رقم الإجابة واختار رقم 2. بسم الله. إذن مبروك للفائز صاحب الرقم 716-236-908. مبروك إذن لصاحب الرقم 716-236-908. مبروك للفائز الثاني معنا وقيمة جائزته 50,000 ريال يمني. لدينا اتصال. ألو. السلام عليكم. ألو، عليكم السلام ورحمة الله، من معي؟ معك أحمد عبد القادر الدبائي. أحمد عبد القادر. أيوه. من أي محافظة يا أحمد؟ من صنعاء. من صنعاء، تابعت القصة يا أحمد؟ والله اليوم خرجت يا أستاذ سامي، ما تابعت، الوالد يتابع في البيت. طيب أنا سأسألك السؤال وإن كان لك حظ وجاوبت. السؤال: من كان يعمل مع الخالة أم سعد في مزرعتها؟ قبل اختيارات اللي أخرب ما فيش اختيارات والله، أنت ما تابعت القصة. طيب أنا ما تابعت. طيب والله الوالد يتابع القصة اليوم. تمام؟ ملو؟ في حد معك تابع القصة من اللي جنبك؟ لا والله أنا خارج الحين، الوالد والله يتابعها في البيت. طيب كيف نعمل؟ طيب خرجت السوق ورجع. طيب كيف نعمل؟ بتتصل أبوك تسأله يعني ولا كيف؟ ها؟ طيب الآن كيف نعمل عشان تجاوب أنت على القصة؟ هل في مجال معك تليفون ثاني تتصل أبوك؟ معك تليفون تتصل أبوك؟ دقيقة بس، دقيقة. معك تليفون ثاني؟ ايوه معي تليفون ثاني. ايش حتعمل طيب الان؟ ايش ناوي تعمل؟ الو؟ الو؟ قام يتصل لابوه فصل الاتصال، يلا. ومش عارف انه كان بيتصل لابوه او ناوي يدخل الفيسبوك، قفل التليفون. طيب هذه حاله ايضا، مهم انك تتابع القصه، اذا كنت مش في البيت ممكن تتابعها في البث المباشر على الفيسبوك، وإذا كان ما عندك فيسبوك نت ممكن تسمعها عبر إذاعة بلقيس تعرف تفاصيل القصة حتى تكون هناك عدالة. والكثير الآن من المشاهدين يتفاعلوا مع أنه فكرة أنه لازم يكون في عد في الموضوع، أنه من تابع يشارك. طيب اتصال آخر. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من معي؟ رمزي عبد الله. عبد الله غابة المغلس. رمزي المغلس. ايوه. من فين يا رمزي؟ من صنعاء. كيف حالك يا رمزي؟ حياك. ايش اخبارك؟ الحمد لله. طيب رمزي تابعت القصة؟ تابعت القصة يا رمزي؟ تابعته من الأخير. تابعته من الأخير؟ هي.
طيب سؤالي لك الآن هو من آخر ونهاية القصة، ما المشروع الذي قدمه برنامج حيث الإنسان للخالة أم سعد؟ إيش قدم لها البرنامج من مشروع؟ أشترى لها مواشي وفهم مشروع. إيش المشروع؟ مزرعة. مزرعة مواشي. أشترى لها مجموعة مواشي. أيوة. يقول لها مزرعة صغيرة جنب البيت. جنب البيت؟ نعم. تمام، حظيرة أغنام، مبروك لك 50,000 ريال، تستاهل. يلا رمزي عادوا لحق تفرج نهاية القصة وعرف الإجابة الصحيحة وكان حظه في سؤال من نهاية القصة. طيب الأخ محمد ضبعان يسألني يقول وضح كيف يتم اختيار القرعة. يتم اختيار القرعة بشكل عشوائي، كل من يرسل الإجابة الصحيحة يدخل معه رقم ضمن الأرقام ونجري القرعة بشكل عشوائي أمامكم على الهواء مباشرة فقط. هذا ما يتم وما يحدث في البرنامج. طيب يقول لي الأخ محمد مزاحم هل تختار إجابة الواتساب من جميع شبكات اليمن أم فقط من يمن موبايل؟ والله تابعنا كل يوم يا صديقي، في أرقام من يمن موبايل، في أرقام من سبافون، في رقم من MTN، واسأل نفسك يعني إيش هدفنا أنه نختار من شبكة معينة ولا أرقام معينة، يعني ليش بنعملها كذا. طيب الآن سنجري القرعة ونختار الفائز الثالث عن سؤال واتساب عن حلقة أمس وكانت الإجابة صحيحة الاختيار الثاني، ومبروك للفائز الثالث. تابعوا كيف تحصل أو تحدث القرعة. مبروك لصاحب الرقم 774-31-3716، مبروك إذن لصاحب الرقم الظاهر على الشاشة 50,000 ريال 774-31-3716، مبروك إذن لصاحب الرقم. طيب لدينا اتصال. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟ معك يحيى عبد الله. يحيى عبد الله من اي محافظة يا يحيى؟ من تعز. من تعز. كيف لما ضبط معك الاتصال كيف عملت؟ كم لك تحاول؟ والله يعني صدفنا نحاول من أول يوم من البرة. من أول يوم أنت تحاول؟ لا أيوة نعم. طيب تابعت قصة اليوم؟ لا أيوة نعم. تابعت القصة؟ نعم نعم تابعت. طيب سؤالي لك، من ساعد فريق حيث الإنسان اللي كان موجود في لحج في مشروع أم سعد؟ من ساعدهم لما قرروا يروحوا يشتروا لها الغنم؟ أيوة من ساعدهم؟ دكتور بيطري. يا سلام عليك، تستاهل 50,000، مبروك لك واشكرك على تركيزك. شكرا شكرا. مبروك لك 50,000 ريال. إذن مبروك لل شكرا لك، مبروك تستاهل لأنك تابعت القصة وملم بتفاصيل هذه القصة. وليعذرنا من يتصل ولا يشاهد القصة ولا تكون لديه فرصة للفوز معنا اليوم لظرف طارئ فقط، لدينا رقم واحد للاتصال. نتمنى أن نتجاوز هذه الإشكالية وتعود الأرقام الخاصة في البرنامج من الغد للمشاركة معنا ونستقبل أكبر كم من الاتصالات. لذلك نحن فقط يعني المتاح الآن خط واحد فقط، لذلك الكل يشكي أنه الاتصالات غير ظاهرة. الآن مشاهدينا الكرام نتابع معكم ونذكركم مرة أخرى بالفائزين الثلاثة معنا عن سؤال حلقة أمس والأرقام على الشاشة. مبروك إذن للأرقام الثلاثة على الشاشة 770-948-3-6-4، مبروك للرقم 716-23-6-9-08، ومبروك للرقم الثالث 774-313-716.
لدينا اتصال. الو. نعم. اهلا وسهلا. السلام عليكم. من معنا؟ هلا. هلا والله. هلا. من معنا؟ ايمن وراشد. من معي؟ ايمن امين وراشد. من؟ ايمن امين وراشد. ايمن امين الورافي. من فين يا ايمن؟ من اب. من اب. مالك مستعجل يا ايمن؟ مستعجل ولا عادي الوضع عندك؟ كيف الامور؟ لا انا مستعجل. ايوه ايمن. ايمن تتابع البرنامج دائما؟ ايوه تابع من اول حلقه. طيب ايش رايك يكون يشارك معنا اللي تابع القصه واللي ما تابعش ولا كيف؟ ايش نعمل؟ ايش رايك انت؟ انا من رايي اللي يشارك اللي تابع القصه هذا عاد. واذا ما تابعش القصه؟ يعني كل حظ اوفر مره ثانيه. اكون اتخارج ها؟ ما يزعلش مني بعدين؟ لا لا ما يزعلش ها؟ طيب انت تابعت؟ انا ما يزعلش. انت تابعت قصه؟ أيوة تابع القصه. طيب معم. انا شكلي اعتذر لك لانه خلصت الاسئله، كيف نعمل الان؟ كيف؟ الان خلصت الاسئله، كيف نعمل؟ والله ما نسمع حاجه. ما تسمعنيش؟ صوتي واضح عندك؟ يعني شويه. طيب الان كيف صوتي الان؟ اوضح؟ ايوه اوضح. طيب من كان يعمل مع الخالة أم سعد في المزرعة؟ من كان يساعدها في المزرعة؟ هذا سؤال كان معنا أول وتجاوزنا. يعني المزرعة البيطري. لا مش اللي ساعدنا في المشروع، البيطري ساعد فريق حيث الإنسان، لكن قبل ما يكون معها مشروعها الخاص لما كانت هي تشتغل في الأرض، من كان يساعدها؟ من كان يشتغل معها؟ خيارات. انت شوف انت عادك قلت انت حنفت لنفسك، انت قلت لازم ما يشارك ويفوز الا اللي تابع القصه يا ايمن. اكيد بس انا في بالك لازم ترفع راسي، والله لازم تجاوب، ماليش دخل. يلا هي لما كانت تشتغل يعني كان... عبد العزيز. منو؟ عبد العزيز سالم. منو عبد العزيز سالم هذا؟ تقريبا ظهر بالقصة. لا لا هي الآن كانت تشتغل في المزرعة، في ناس كانوا يساعدوها، كانت هي تشرح تتكلم تقول أني أروح المزرعة أني و... طيب أنت أنا شوف أنا بحاول أتأكد وأسألك سؤال آخر وأتأكد أنك تابعت القصة أو لا. تمام تمام, تمام. طيب سؤالي لك، الخالة أم سعد فقدت اثنين من أبنائها، ماتوا اثنين عليها من العيال، ليش؟ إيش الأسباب؟ واحد انتحر بسبب الظروف المعيشة. أيوة. واحد بسبب فشل كلوي. تعال أسلم عليك تعال. يلا مبروك لك، مبروك لك 50,000 ريال، تابعت القصة. وهذا سؤال يثبت أنك تابعت القصة. الله يبارك فيك. مبروك لك يا أيمن. الله يبارك فيك. طيب. طيب هذا كان آخر اتصال معنا لأنه انتهى، يعني في عندنا إشكال اليوم في الاتصال، لكن إن شاء الله بكرة تكون الأرقام جاهزة. الآن مشاهدينا الكرام سنعرض عليكم سؤال حلقة اليوم، وهو سؤال واتساب، تبدأ الإجابة على هذا السؤال من الساعة 10 مساء وحتى الغد وقت اتفاق الوقت بث البرنامج. السؤال على الشاشة. السؤال: ما اسم القرية التي تعيش فيها الخالة أم سعد بطلة قصة الليلة؟ هل الاختيار الأول هرانديان، أم الاختيار الثاني الحسيني، أم الاختيار الثالث الحوطة؟ فقط أرسلوا رقم الإجابة، إما 1 أو 2 أو 3، فقط أرسلوا الرقم الصحيح والخاص بالمسابقة، وآلية المسابقة هو فقط إرسال الرقم الصحيح 1 أو 2 أو 3. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن مبروك لكل من شارك معنا وتواصل اليوم في هذه الحلقة، ربما التي كانت فيها إشكالية في التواصل معكم نظرا لفقط انه معنا خط تليفون وحيد.
بعد يعني خروج الرقمين عن الخدمة، ولا نعرف حتى الآن ما هي الأسباب. لذلك نتمنى أن تكون في حلقة الغد لدينا أكثر من خط تليفون حتى تتواصلوا معنا بشكل أسرع وأوضح. إذا مشاهدينا الكرام، انتهت حلقة اليوم، نلقاكم غدا وحلقة جديدة من حيث الإنسان. في أمان الله. سترى نفسك في الغير وستعرف ما تحدثه لمسة إحسان. بالخير سندرك حتما كم نحن بخير، بحكايات تأخذنا